أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أخذت أموالا من أناس بغير حق والآن أريد السداد عنهم، فمنهم من توصلت إليه ومنهم من تعذر ذلك، وسؤالي: هل يجوز أن أنفق مال من تعذر الوصول إليه على إخوتي أو بعضهم، علما بأنهم مساكين وليسوا فقراء؟ إذا لا بد من أداء الحقوق إلى أهلها مهما أمكن ذلك، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. لكن إذا تعذر الوصول إليهم ولم تستطع الوصول إليهم لأنك لا تعرفهم ولا تجد معلومات تدلك عليهم، حينئذ تتصدق بالمال الذي لهم عندك على الفقراء والمحتاجين على نية أن هذه الصدقة ثوابها لهم. نعم.